بنرحب معانا ببوابة أخبار اليوم بالفنان الكوميدي الصاعد مراد فكري إيكا. أهلا وسهلا بيك يا إيكا. أهلا وسهلا بأخبار اليوم اللي أنا شخصيا بتابعها واللي هي بتجيب دايما الحاجات الحصر الجديدة. يعني مخلص فيلم ستة واحد، فيلم ستة واحد ده بطولة شرعية كلها، يمكن معانا الجراندات أو الأساتذة الكبار ضيوف شرف يعني في الفيلم. الفيلم معتمد على ست شباب، هما الستة والواحد دون هو صاحب القرية اللي احنا بنشتغل فيها واللي بنتعرض لمواقف كتير جدا من خلال القرية دي او الاوتيل ده اللي موجود بشرم الشيخ. فعشان كده سمينا كلمة ستة واحد، والفيلم ملوش علاقة خالص بالكورة يا معلم. مش بيبوه بشير يعني. لا مش بيبوه بشير بقى، هو المرة دي يعني الموضوع كوميدي اكشن شوية. الفيلم كله بيتصور في شرم الشيخ، تأليف طارق البدوي وإخراج تامر حربي وإنتاج كريم حمدان، وبطولة حسن عيد ومراد فكري وداليا التاني وسهى سليم ومصطفى بصريع. معانا بقى ضيوف شرف الأساتذة الكبار اللي احنا بنتشرف اللي هم يبقوا ضيوف شرف في الفيلم، الأستاذ حسن عبد الفتاح، الأستاذ مجدي فكري، الأستاذ فكري صادق، الأستاذ يوسف عيد، الأستاذ منير مكرم، إيمان الصعود، شيماء سيف، مجموعة جديدة. أنا مش عايز أنسى حلم السينما الجديد اللي جاي كوميدي، مش هقول أكتر من كده علشان إحنا حاطين على المتحف ما نطلعش خبر، بس أنا يعني إيه هقرب لك كده خبر عشان أخبار اليوم برضه إيه مش حلو عليا أنا شخصياً. كان فيلم اللي جاي من محمد رمضان إن شاء الله كوميدي، شكل مختلف خالص، شكل مختلف كمان على مراد وعلى محمد، ورب إن شاء الله يجعله كده بزيادة نجاحات لمحمد رمضان وبزيادة نجاحات لمراد وبزيادة نجاحات لكل الفيلم كله يعني. ان شاء الله فيلم شعبي برضو اكيد. الفيلم مش شعبي، هو الفيلم بيدور احداثه بدايته في منطقه شعبيه وبعد كده بننتقل بقى لاحداث ثانيه. انت ما تكعبليش في الكلام يا جدعان. حبيبي انت يا مراد. انا برضه انا عيل حويط يا زميل. مش الموقف يعني؟ يجعلها سنة جميلة عليكم يا رب، ويجعلها سنة حلوة على أخبار اليوم. أنا بحضر كمان مسرحية اسمها الإصلاحية، دي تعجبكم أوي إن شاء الله يعني، بس لسه ما كملش الكاست بتاعها كاملة يعني. هو مبدئيا أخويا الجميل ماهر عصام وأحمد زاهر وأنا، واحتمال كبير يبقى الأستاذ محمد عبد الحافظ برضه معانا، محمد يعني محمود الجبري. يعني بتتكلم عن ست شباب في إصلاحية. يعني حاجة إيه متطبعة عن شارلز ديكنز بتاعت ألبرت هيست، وهي النوفل نفسها بتاعت شارلز ديكنز. إحنا محاولينها بشكل لطيف لايت كوميدي علشان بنعمل إسقاط على أطفال الشوارع بس على خشبة المسرح. حصل على كبر الخشب. أنا برضو عامل جنيتي لطيف أوي أنا وحسن عيد في الفيلم. حسن عيد فنان جميل أوي وشاب لطيف، إحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده فيلم ماشيين بالعكس، اشتغلنا مسلسل جامعة بابا، واشتغلنا مسلسل فريسة والصياد، ويعتبر دايما يعني ستة واحد وحافية على كبر الخشب يعتبر سادس أو سابع عمل بيجمعنا أنا وحسن يعني، وتاني عمل مع تامر حربي. في فيلم جرح سطحي ده إخراج إبرام نشأت، ده ينزل إجازة نص السنة كمان أسابيع يعني، ده بيميل للأكشن، ده بطولة أشرف مصالحي وحسام فارس ونرمين ماهر وشيماء سيف وإنها المطرب وحسام الحريري، مجموعة لطيفة أوي برضه كده من الشباب، وعم عبد الله مشرف طبعا عمنا، ويعني مجموعة لطيفة كده برضه. إيه مش عايز أنسى حد يعني، ده تأليف صالح الفار وإنتاج ممدوح زكريا الشركة العالمية للسينما، وإخراج إبرام نشأت، وده يعتبر أول إخراج لإبرام يعني. كلمنا عربي بقى مراد. كلمني عربي، انا بكلمك عربي يا معلم. كلمني عربي يا معلم. مسلسل سيت كوم دمه خفيف قوي، حسن عبد الفتاح وصادق رومي وسيد رومي ومظهر ابو النجا ومراد فكري ومحمد الصغير ومجموعه برضه كبيره مش عايز انسى، وايمان ايوب طبعا، وده تاليف الاستاذ سهل اسيوطي واخراج عريان تدوم، انتاج يمني مصري، ويتهيألي ده يعتبر تاني أو أول يعني اشتراك ما بين اليمن ومصر من خلال سيت كوم كوميدي.
ده متعرض ان شاء الله 1/12، يعني ده خلال ايام بدأ ينزل بالفعل على قناة السعيدة بتاعت اليمن، البرومو بتاعه ده اليمين، وان شاء الله بينزل على قناة كذا قناة يعني في مصر هنا، منهم مجر كوميدي ومنهم تايم وكايرو والفضائية المصرية. مسلسل كلمني عربي بيدور احداثه بشكل متنوع لانها حلقات منفصلة متصلة، من خلال عيلة بتسكن فيلا اللي هي بيبقى معاها سيد رومي وحسن عبد الفتاح وايمان ايوب وانا وائل ابو السعود، والعيله دي بتسكن الفيلا، بتتعرض بقى للمواقف من خلال الفيلا دي، لان الفيلا دي ميراث عن جدهم، فبنكتشف ان في حكايه كده في الفيلا، ما بنحرقش الاحداث، الحكايه دي بتودينا كل يوم في حته، كل يوم في شخصيه شكل، كل يوم بشكل تاريخي بشكل مودرن وبشكل خيال علمي، فبيطلعوا في الاخر ال 30 حلقه الحمد لله دمهم خفيف. يعني حبيب عمري محمد رمضان واخويا اللي انا بتشرف اني بشتغل معاه الصراحه للمره الثالثه بعد مسلسل الهاي سكول وبعد فيلم الالماني وبعد نجاحنا احنا الاثنين كدويتو في فيلم بالظبط، الالماني. كنت لسه اقول لك بجد انتوا دويتو شعبي هايل يعني. الحمد لله ما هو الدويتو الهايل ده جاي لك بشكل جديد بقى في 2014 من خلال فيلم سينما بيجمعني انا ومحمد تاني ان شاء الله. وفي مسلسل المسحوره ده انتاج القوات المسلحه بالاشتراك مع الاذاعه المصريه، بيتعرض على حوالي 8 موجات او حوالي 8 قنوات اذاعيه، يعني منهم ميجا اف ام ونجوم اف ام وشرق الاوسط وشرق برج هذا وصوت العرب، يعني قصدي بتعود على كل الحاجات، لان ده تمويل القوات المسلحه تعزيز لمناسبه 6 اكتوبر المجيده اللي لازم ناس كتير قوي وخصوصا الجيل اللي طالع انه يعرف عنها كتير. يعني احنا حتى انا رميت افيه واحنا بنسجل دمه خفيف قوي، يا رب يا جيب ناس يعني، بس افيه كواليس مش افيه في المسلسل. قلت لهم يا جماعه الطفل الصغير ما يعرفش حاجه عن 6 اكتوبر غير انه اجازه من المدرسه بس، يعني دي علاقته 6 اكتوبر. لكن لو قلت له يعني ايه المشاه، يعني ايه مدرعات، يعني ايه الكتيبه، يعني ايه منطقه المسحوره، ما المسحوره دي منطقه جنب سينا بتدور فيها احداث، يعني مين اللي رفع العلم على الجبهه، يعني انت واخد بقى في حاجات كده، ازاي اتكلم خط برلين في كام ساعه، التحضيرات كانت ايه، القائد الاعلى للقوات المسلحه امر بايه ساعتها، في حاجات كده ديتيلز او تفاصيل محتاجين جيل صغير انه يعرفها، يمكن احنا الجيل بتاعنا حظينا بيها من خلال ابهاتنا ومن خلال المناهج التعليميه في المدرسه، لكن احنا يهمنا بقى الجيل الصغير بتاع ال6 سنين وال7 سنين، زي ما بيحبوا عبد موته، زي ما بيحبوا الالماني، زي ما بيحبوا الكبير احمد، بس لازم برضه يحبوا يعني القوات المسلحه ويعرفوا تاريخ مصر، يعني ده مهم جدا عشان يبقى الفن بيحمل رساله مش مجرد انه ظاهره. يعني احنا حبينا ان الفن يبقى رساله، يعني مش مجرد ظاهره، مش مجرد بيتكلم عن ظاهره البلطجه، مش مجرد انه بيتكلم عن صعيدي او عمده صعيدي دمه خفيف، لا احنا برضه لازم يبقى في هدف. وبالفعل يعني يمكن انا ليا بنت اختي حوالي 8 سنين سمعت المسلسل بتاع المسحوره لانه اتقال يمكن اخر حلقتين فيه النهارده وبكره، بدات تكلمني يعني بتقول لي يا خالو انا ما اعرفش ان في منطقه في المسحوره، يعني بليز لو رحنا شرم الشيخ او رحنا دهب او بتاع مع مامي، يعني يا ريت تقول لها توديني المنطقه دي، انا عايز اشوف المنطقه دي، عايز اشوف الجنود اللي ماتوا علشان يحرروا المنطقه دي. فحسيت ان الرساله وصلت قوي ان طفله 8 سنين تسمع المسلسل ودي تشوق انها تشوف المنطقه دي، يبقى احنا كده وصلنا بالفعل رساله، يعني حاجة إيجابية بتوصل للأجيال الجديدة تاريخ بلدهم إيه، الحاجات منسقة لازم نعرفهم بيها. بالظبط، الحمد لله يمكن ربنا وفقنا، ومحمد رمضان ممثل جميل الجيل كله بيحبه والجيل كله مصدقه ومتأثر بيه، يعني يمكن إيه الحمد لله برضه الناس كلها بتحبيه، يعني ربنا يحبب فينا خلقه. فلما المخرج قال لك طب أنا هجيب مراته محمد بعد نجاحهم في الفيلم الألماني وهعملهم المجند محمد والمجند حمدي اللي هو محمد رمضان، بحيث ان انا عايز اشوف الاثنين دول عساكر، انا عايز اقدم للناس الاثنين دول بشكل تاني مختلف خالص عن اللي عدى بيهم من الفتره اللي فاتت، يعني يا رب ان شاء الله كده نبقى عند حسن ظن الناس يا كريم ان شاء الله. رب مراد ان شاء الله بجد بنتمنى لك تجارب موفقه وناجحه، لان انت فنان بجد يعني ليك اهداف في الافلام اللي بتقدمها سواء دراما او سينما،
وعايزينك دايما متابعنا كده مع اخبار اليوم، ونتمنى ان احنا نشوفك في لقاء معانا ان شاء الله قريب. يعني يا رب دايما كده ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وبمناسبه بقى ان انا بحب اخبار اليوم، هتشوف مراد فكري للمره الثانيه في مهرجان كان بتاع السنه دي، مهرجان كان بتاع فرنسا. انا كنت شاركت في فيلم 18 يوم اللي هو اخراج 10 مخرجين كان منهم الاستاذ شريف عرفه، بس انا كنت مشارك في فيلم شريف البنداري. فيلم 18 يوم ده فيلم مصري، يعتبر اول فيلم مصري يتعرض في مهرجان كان بفرنسا. السنه دي انا مشارك بفيلم ديجيتال، روائي قصيرة مدته 45 دقيقة، إخراج مخرج فرنساوي اسمه فريدريك فرانسوا، وتركي أنا وبنت اسمها جوليا، ولد صغير اسمه علي، والأستاذ يعني الجميل العظيم ذات البصمة الرقيقة الأستاذ حسن كامي. الفيلم بيتصور ما بين فرنسا وما بين مصر، يعني شرم الشيخ والغردقة. أنا صورنا الجزء بتاع شرم والغردقة، فاضل لنا 4 أيام في فرنسا إن شاء الله. الفيلم بيتكلم عن جواز المصريين من الاجانب، وازاي ان المصري لما بيسافر البلد الاجنبيه ما بيتطبعش مع الطباعه الاجنبيه. يا رب يجعلني بس يعني اقل واحد في الدنيا كلها اقدر اخدم البلد دي، البلد اللي شالتني، البلد اللي خلتك دلوقتي تكلمني وتعمل معايا انترفيو، البلد اللي خلت الناس تحبني. يعني يا رب يحفظك يا رب يا مصر، ويحفظ جيشك ويحفظ شعبك، ويخلينا لبعض يا كريم يا رب آمين يا يا رب، رب يعوض آمين علينا يا اللي رب فات. يعني آمين يا رب. بجد أنا سعيد جدا مراد إن أنا سمعت صوتك ونعملت ميرسي الحديث ده معاك، ولكن ده ما ميرسي يا يمنعش إن أنا حبيبي، إن شاء الله هشوفك قريب ده أنا تحت أمرك إن شاء وتحت الله. أمر أخبار اليوم وش السعد علينا كلنا ربنا يخليك يا مراد. شكرا يا ليك، حبيبي. اتفضل. الفنان المصري الأصيل مراد فكري، نورتنا ميرسي، ربنا يخليكم، كل سنة وأنتم طيبين يا أجمل شعب في الدنيا.